نقلة نوعية حققتها مشاريع العتبة العباسية المقدسة لارتقاء بالواقع العراقي على جميع الأصعدة عبر مواكب التطورات ورعاية ضمان الجودة. مفخرة وطنية بحسب ما وصفتها رئاسة جامعة الكفيل وعمداء كلياتها وأساتذتها بعد الاطلاع عليها عن كثب بزيارة رسمية. تعتبر العتبة العباسية واحدة من أهم المحطات المتميزة باستقطاب الكفاءات العراقية وإيجاد مناخ عمل إبداعي محفز لجميع الكفاءات العراقية وفي شتى التخصصات. ولا يخفى على حضراتكم مقدار العاملين وأعدادهم في جميع المشاريع التابعة للعتبة المقدسة، إذ وفرت العتبة المقدسة فرصة للعمل والإبداع بشكل محفز. حقيقة أثلجت قلوبنا ما رأيناه اليوم، صور رائعة، صور مشرفة بها معاني عديدة. اليوم شفنا الصناعة الوطنية ومن حقنا أن نفتخر بها. أيضا شفنا التفاني في العمل. طبعا الشكر، كل الشكر والتقدير للأخوة منتسبي العتبة العباسية على تلك الجهود الطيبة وعلى هذه الفرصة الرائعة أن نطلع وأن نرى بيوم عيننا ما تقوم به العتبة العباسية المقدسة من خلال الاطلاع على بعض المشاريع. مشاريع متعددة في جوانب مختلفة نفذت بأيد عراقية تدعم القطاعات المحلية وتوفر فرص عمل متنوعة وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يغني عن الاستيراد من خارج البلد. المشاريع التي دخلناها هي مشاريع تدعو إلى المفخرة، مدعاة للمفخرة على جميع المستويات. نحن مطلعون على كثير من المشاريع سواء خارج العراق أو داخل العراق، ولكن إذا تمعنا بمشاريع العتبة العباسية هي مشاريع ذات بصمة وجنبة عالمية بالحقيقة. سواء نحن الآن في هذه اللحظة في مطبعة دار الكفيل للمطبوعات. دار الكفيل كل ما فيها من إمكانيات وأجهزة هي إمكانيات عالمية. الورق المستخدم والمكائن المستخدمة في الطباعة وغيرها، الحمد لله وجود دار الكفيل وغيرها من المطابع الوطنية أغنانا عن الاعتماد على المطابع الأجنبية. الآن كل الإمكانيات المتوفرة في مطبعة دار الكفيل وجهت الموضوع للاعتماد على المنتوج الوطني. زرنا المرآب الكبير للآليات التابعة للعتبة العباسية المقدسة، وحقيقة وجدناه تحفة فنية رائعة متألفة من عدة أقسام. قسم يتعلق بصيانة الآليات المتنوعة الصغيرة والكبيرة وأيضا سيارات الحمل، وكذلك جزء متعلق بغسل وتشحيم هذه الآليات. ومن ثم زرنا المركز التابع لإدارة هذا المرعاب، أيضا وجدناه تحفة فنية حقيقة، وعلمنا بأنه أيضا بني بأيادي عراقية، فهذا شيء مدعاة للسرور، مدعاة للفخر بوجود هكذا طاقات وطنية تخدم البلد إن شاء الله. واحدة من الميزات اللي طلعنا عليها قبل قليل هي استخدام المبيدات البيولوجية اللي ما لها تأثير سلبي على البيئة، وهذه حسب ما ذكر الأخ المهندس أنه هذه ميزة حصرية لشركة الجود وبالأحرى للعراق، يعني ما هذه الأسمدة ما تنتج في مكان آخر. طبعا هذه راح تكون صديقة للبيئة وراح تجنبنا كثير من المشاكل اللي ممكن الأسمدة الكيميائية من تستخدم سواء على البشر أو على النبات نفسه. كذلك بالنسبة للمعقمات المنظفات واقعا شيء يبعث على الفخر أنه هكذا مصانع وهكذا تقنيات موجودة، والحمد لله والشكر. أيضا هي من ناحية الباحثين بالإمكان أن يطورون من القدرات والمهارات، والعتبة العباسية بناء للمواضيع اللي ذات أهمية وبالأحرى تهدف إلى يعني رفض الإنتاج الوطني. رؤية واضحة وضعتها الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة طبقت من قبل ملاكاتها لتنفرد في شتى المجالات باستثمار العقل العراقي في تنفيذ مشاريع حققت نقلة نوعية على المستوى المحلي.